بص كده قبل ما نش يعني الظهر ديت نشرحها لوحدها وبعد كده نشوف الظهر هيركب ازاي. هو موديفاير، كنت قلت لك بص عليه المره اللي فاتت. موديفاير اسمه تيبر. بص ده تاني موديفاير بقى بعد البند. يعني انت تعرف البند وما كناش خدنا في البند الحته بتاعت بند اكسيد دي. انا فاكر هنا جت في حطيت جبت بوكس وحطيت عليه الموديفاير اللي اسمه تيبر. بص انا عايز اعدل كله زد زد، او قلنا هتدوس على ده. بص تيبر لما حطيته برضو فيه العين وفيه السهم، نفس الفكرة. لو واقف عند اي سب اوبجكت مش هينفع تعمل سيلكشن حاجة تانية. بص تيبر ده قبل ما نشوف السب اوبجكت بتوعه، اول كلمة فيه كلمة اسمها amount. لاحظ هو بيكبر وبيصغر زي الهرم، بيكبر وبيصغر من فوق، او بمعنى اصح بيكبر وبيصغر من الاكس والواي. شوف من الاكس ومن الواي بيكبر وبيصغر السيرفس اللي فوق. ايه عمال تعلق على اكس وواي ليه؟ فوت كيرف دي لحظه، واياك تشتغل بكلمه برايمري. اياك تشتغل ببرايمري. انا اماونت هو اللي بيكبر وبيصغر، وبقول لك لينث وويدث او اكس وواي. بص افكت ديت فوتت بقى ده كله عن كلمه افكت. يقول لك انت عايز الافكت، عايز يكبر ويصغر عن طريق الاكس والواي زي ما هو حاصل، ولا عن طريق الواي بس؟ بص عن طريق الواي بس، ولا عن طريق الاكس بس؟ واي بس، اكس بس، او اكس وواي. بص كنت في هنا، انا هنا بس انا amount والافكت. بص في شبه البند، في كلمه اسمها جزم وكلمه اسمها سنتر. احنا ما شفناش كلمه جزم ديت، مش مشكله. انا عند السنتر. في السنتر بتاع البند كنت قلت لك حركه لفوق ولتحت. بص وانت مش بتشتغل بسناب اقفلها عشان ما تعكسكش. لو انا خلصت الشغل بسناب بقفله، بدوس اس بقفلها. بص هنا لو ده طلعته لفوق وجيت اشتغلت بالاماونت، هو الشكل يعني ما مش فايده قوي زي البند. عايز ايه يعني؟ بص ده السنتر بتاع التيبر، لو جبته شمال وجيت عملت تلاقي الافكت فعلا اتغير. يعني بقت دي كده مستقيمه وده بس اللي مال. لاحظ. بص لو السنتر جه ناحيه اليمين او قدام ورا، عايزك لما تيجي تستخدم السنتر بتاع البند، السنتر بتاع البند يكون فوق وتحت. السنتر بتاع التيبر شمال ويمين وورا وقدام، ده هيكون مفيد قوي لو شمال ويمين وورا وقدام. بص مثلا ينفع استفاد بيه في ايه ده؟ ينفع دلوقتي انا اعمل بيه الظهر. ينفع مثلا قبل حكايه الظهر، انا دايما يعني بشرح كده، لو مثلا عندي دي حيطه وفي بوتاجاز، وفوق البوتاجاز ده كوبي، فوق البوتاجاز ده في المفروض ان شفاط، فانا عايز الشفاط ده احط عليه تيبر اماونت كده. تمام. عايزه على الاكس والواي الاثنين، فعملت كده. وعايزه يكون ستريت من ورا، قاعد على الحيطه مظبوط ستريت، ما يكونش جاي كده من ورا. فهنا محتاج ان انا اختار السنتر. بص حد قال لك طب لا ده افكت هنغير بقى، انا كنا عايزين. لا بص لو افكت، لا مش افكت عشان احنا كنا عايزين دي تبقى من ورا ستريت. هو اكس وواي صح، سنتر. وحرك السنتر ورا شويه. لو حركت السنتر ورا شويه لحد ما اظبطها بالعين كده تكون ستريت اهو كده. بص كأن ده فعلا وليكن ده شفاط مثلا. يعني تعالى نجرب الظهر. انا مثلا احط الظهر شامفر بوكس الت دبليو عشان اجيب الاربعه، تايهين هدوس هنا، احط شامفر بوكس تاني من هنا مثلا بالعين مش بسناب كده.
فمرسوم جواه، عشان احنا اتفقنا ان هي بتترسم من على الارض من تحت من على الخط الارض، وهمسك ده ارفعه فوق شويه، ممكن الهايت بتاعه يزيد شويه، مش بمقاس يعني، بالشكل كده احنا عايزينه في وسط المخادع دي. حطيت تيبر، بص اول ما حطيت تيبر اول حاجه بجربها اماونت، بعمل كده اه. هو هنا بس بص صغر من قدام من لينس والويتس زي ما بيحصل اكس واي، صغر الاثنين عامل زي الهرم اهو، مال اهو من الجنب ومال من قدام. انا ما كنتش عايزه يميل من قدام، يعني لما بص كده يبقى دي كده قدامي ستريت، يميل بس من الجنب. بمعنى بص بدل ما يشتغل على الاكس والواي انا عايزه مثلا على الواي بس، لاحظ لو على الواي بس او شغال من السايد بس هنا سليم، يبقى هنا اماونت وبعد كده عديت على الافكت اكس واي، ما قربتش للكيرف وما قربتش للبرايمري. عايز الظهر بتاعه ستريت اه ديت، يبقى همسك السنت من غير سناب وهرجع الجزء السنتر ديت ورا شويه كده بحيث ان الحته تبقى دي ستريت. تمام. بص في حاجه انا فوتها، ان لو عندي كده وحطيت التيبر في التيبر كده اماونت وقلنا الاكس والواي ولا اكس وقلنا السنتر، وفي حاجه اسمها كيرف، لاحظ اه دي طيب مش شغال، وممكن يبقى الكيرف لجوه. يعني جت فكره في دماغي كويسه، لو علشان الكيرف ده يشتغل محتاج سيجمنتس في الهايت قديمه حكايه السيجمنتس ديت، او كده الكيرف اشتغل. بس ممكن انا عملت ديليت، ممكن ازود شويه سيجمنتس في الهايت ده في الشامفر بوكس، في الهايت مش في الفيلت هايت، ونعمل هنا حته صغيره كده كيرف بحيث ان هي تديني كده او الشكل ده. بص الفكره اللي كان جت في دماغي يعني ماشي، لو ده اوكي كده ممكن احط سلندر جنبه، سلندر انا قاصد يكون رفيع كده عشان لما احط تيبر كده، بس عايز اكربها بقى من كيرف اه، هي ممكن بس تدخل من تحت شوية السلندر، هزود الريديس بتاعه حاجة كده مثلا، ممكن سكيل كلها تخرج مني شوية ومكسرة، هي دلوقتي اوكي شغالة بس مكسرة، مكسرة التضليعة ديت، يبقى زود لها شوية سيجنز هايت سيجنز. بصوا انا شخصيا مش يعني مفيش حاجه في الدنيا الحقيقيه حاده قوي قوي كده، انا زودت السايدز كمان اللي هي اللي بالطول السيجمنتس اللي بالطول، بدوس اف 4. عايز ايه يعني؟ بص اقصد ايه، في هنا من عند ستاندرد اكستندد في شامفر بوكس ده اللي احنا شغالين بيه، وفي حاجه اسمها شامفر سلندر. بص شامفر سلندر زي الشامفر بوكس بس جاي على سلندر. طب وده هيفرق لي في ايه؟ بص لما تروح الموديفاي في ريديوس يكبر هايت والفيلت، في هايت سيجمنتس لو انا محتاج هايت سيجمنتس، فيلت سيجمنتس اه، فيلت سيجمنتس ديت في الشامفر سلندر دي مهمه. بص عشان انا ديت عايزها ناعمه مش عايز الكيرف يكون كده، ده مش كيرف دي قاطع كده. بص لو زودت فيلت سيجمنتس اهو ده اللي انا اقصده، سايدز عشان التضليع ديت. شوفها تاني بقى نعمل ايه، انا عشان ما تجيش تبقى حد قوي من فوق كده هرسم شامفر سلندر من فوق، شامفر بوكس شامفر سلندر جنبه كده، وهرفع دي فوق دي اه. انا عايز الحته الحرف ده لو كانت مكسره كده هزود السايدز، وعشان ده ما يدينيش شارب كده هزود الفيلت سيجمنتس اخليها 2 ولا 3 اللي هي بتاعت الحروف كده.
هكمل معاك الفيديو اللي بعده.